السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله في فيديو جديد وكل عام وأنتم بخير. اليوم تكملة للفيديو السابق طبعا، واليوم بإذن الله تعالى راح نشتري مع بعض اللي هو رولك كوليكتر، لأنه هذا الشهر طبعا في تربل ماني على الكوليكتر وفي دبل اكس بي على برضو الكوليكتر، فراح نخلص إن شاء الله في بأسرع وقت ممكن. فاليوم ان شاء الله راح نشد حيلنا وراح نفتح الكوليكتر. طبعا اولا راح نتجه على اقرب خياط لانه في لبس مجاني للكوليكتر، فراح نختاره بدل ما نكون كذا حافين يعني ما عندنا اي ملابس. فروكستار هي تعطي كل شهر لبس مجاني، فنستفيد من اللبس المجاني هذا، ليش لا؟ طيب بعد ما أخذنا الملابس المجانية هذه طبعا لازم نستفيد من كل شيء مجانا، لازم، لأنه تعرف ما في فلوس الآن وصعب الآن على كل مبتدئ، مدة ممكن ما يقل عن يومين ثلاثة أيام، يعني صعب صعب يكون عنده فلوس إلا إذا اشترى جولد أو جاله جولد عموما أو سوى جليتش. أنا طبعا ضد الجليتشات لأنها راح تدمر متعة اللعبة. فالآن نتجه إلى بائع الأسلحة ونشوف إذا كان في شيء مجاني بناخذه، ونشوف إيش الأسلحة وكم أسعارها. طبعا الأهم في الأسلحة الآن اللي هو الرايفل، طبعا لازم يكون عندي بولت أكشن والفارميت عشان برضو للحيوانات الصغيرة، والقوس إذا كان سعره كويس ورخيص راح أشتريه. بقية الأسلحة تتعوض، لكن هذه أهم سلاحين أو ثلاث أسلحة مهمة جدا. طبعا البولت أكشن حيكون للصيد عشان تضمن صيد ثلاث نجوم، الفارميت رقم اثنين طبعا عشان تضمن ثلاث نجوم للحيوانات الصغيرة، الأسهم كذلك يعني عشان الاستيلث مود، يعني عشان ما تزعج كل الحيوانات، او انك لما تخش على مخيم تقدر تذبحهم بصمت ما حد ينتبه لك. فهذه الثلاثه الاسلحه من اهم الاسلحه. بعد كذا يجيك الشاتجن ويجيك اللي هو السنايبرات الى اخره. والله بكل أسف يعني الوضع صعب جدا، يعني زي ما انتم شايفين يعني ولا شيء مجاني. أقل الفارميت عليه عرض ب 36 دولار، أنا ما أملك غير 29 دولار، فصعب جدا أشتري الفارميت. عموما يعني راح نرجع إن شاء الله مرة ثانية، راح نجمع فلوس ونرجع نشتري. طيب عزيزي المبتدئ، يعني عشان تكون معي لازم نملك بولت أكشن والفارميت أي وسيلة كانت، عشان ننجح في هذه اللعبة لازم نملك هالسلاحين. كل الأسلحة تتعوض إلا السلاحين هذه. طيب عموما احنا راح الآن نلعب مهمات اللي تكسبنا ذهب وتكسبنا دولارات، الدولارات الخفيفة هذه أبو 10 دولار 15 دولار 20 دولار مرة راح تفرق معنا، ويلا نبدأ الآن. طبعا هذا تلاقيه في محطة القطار، نختار أي شيء، توصيل عربية، خطف عربية، أيا كان يعني، فنلعب المهمة، مهمة جدا سهلة ما راح تاخذ مننا غير خمس دقائق يعني، بس احنا لازم نطيل المهمة عشان ناخذ فل باي أوت. يعني كيف؟ روكستار قانونها غريب، يعني كل ما طولت في المهمة كل ما تاخذ الفلوس كاملة، فمضيع للوقت، ولكن هذا قانونهم في ريد ديد ريديمشن، والله يعين.
الآن نوصل العربة هذه. طبعا راح المفترض أني أتأخر إلى آخر دقيقة عشان أخذ المبلغ كامل، ولكن عادي مو مشكلة، خلينا نخلص هذه المهمة نروح المهمة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها وهكذا. ليش؟ عشان نكسب وقت ونخلص الماب كامل، نروح على الاسترينجر كامل. طيب 9 دولارات و16 نجت ذهب، نباد يعني جيدة. يلا اللي بعده. Get out of here or I'll blow us all to hell. Wait a second. You under them breakouts from Siska, ain't you? Oh, hell, why didn't you just say so? I'm Black Bell, but I suppose you already know that, don't you? Thought you was a bounty hunter. طبعا هذه البلاك بيل تلاقونها في رودز، طبعا في اقصى جنوب رودز. هذه بلاك بيل شخصية عظيمة جدا، طبعا لها دور في بسيط جدا في الستوري لاين. ليت روك ستار يعطونها قصة، مرة مرة ماضيها شكله كان حافل بالمشاكل. احنا طبعا نطلب منها مهمة، طبعا مهماتها للأسف تنقص من الشرف، طبعا مش مهم، همنا النجتس والفلوس الآن كمبتدئين. طبعا نفس النظام روك ستار، يعني تبغى تكمل المهمة خلال ربع ساعة، يعني تستغرق مثلا مدة كاملة وتسلم مثلا السجين أو الرهينة، أوكي راح تأخذ فول بيمنت، يعني راح تأخذ المبلغ كامل، أو أنك مباشرة تخلص وتأخذ المبلغ يعني خلال 3 دقائق 10 دقائق على حسب إنجازك، فراح تأخذ 16 نجتس ذهب. أنا أشوفها جدا كويسة. ليش؟ عشان على طول نروح للمهمة اللي بعدها. الماب كبير، المحتاجين كثير اللي يبغون يعني تقدم لهم بعض الخدمات. طيب الآن مهمتنا نخرج الآن السجين من القفص. طبعا لازم نركز على الهيد شوت قد ما نقدر، عشان 5 XP مجانية راح تفيدنا فين أنا. راح تفيدنا كثير، وفي نفس الوقت ما ننسى اللوت. لازم لوت هذا هنا، هذول بيبلغون علي. ما ليش ذا السلاح؟ طبعا يبغى له تعديل عشان الاكيورسي اللي هو الدقه تزيد فيه. وين رايح؟ برجع لوتهم ان شاء الله، برجع لوتهم كلهم، اكيد فيهم لوت حلو. طبعا الديداي على طول خلص عندي، اوكي، لانه برضو حتى الديداي يعطيني اكس بي لو اذبح بالديداي. اوكي هذا شكل 5 بس بدون هيد شوت، فما اعطاني 5 اكس بي. خلوت هذا سريع لانه بيختفوا فجاه كده، يختفوا من الماب. اسمع صوت بس ماني عارف من فين، ماني عارف من فين الصوت. اوكي هذا السجين، اوكي فريمي فريمي، اوكي صبرك يا ابوي صبرك. وانا اشوف دول اللي اول ذبحتهم اختفوا، طبعا هذا من عيوب اللعبة. تبرك اني ما هموت. شوف كيف طبعا المبتدئ، يعني شوف ضعيف اللاعب عندي جدا ضعيف، من طيحة كده كنت حموت. بركة ما هموت. طيب برضو لوتهم بسيط يعني، لكن في لوت يكون افضل بعدين، يعني مع عصابات او كده يكون لوتهم مرة احسن. نشوف هذا اللوت برضو، لازم نلوت الكل، لازم نلوت الكل. طيب دحين نخرجك ونوصله الى المكان المطلوب.
طيب أنا وصلت المكان، فأنت مخير يا أنك تسلمه الآن أو أنك تنتظر إلى ما يبقى من الوقت دقيقة أو 30 ثانية عشان تأخذ المبلغ كامل. يعني it's up to you، يعني إذا عندك فاضي أو تبى تسوي لك شاي أو قهوة أو تبى تروح دورة مياه إلى آخره ممكن تنتظر، لكن إذا أنت يعني فاضي وتبى تلعب وتبى تحرق فسلمه وروح للي بعده. فأنا جلست أفكر يعني إيش أنتظر الوقت ده كله، أنا أشوفه مرة كثير يعني، فقلت اللي بعده يعني فأسلم المهمة وانتهي وروح المهمة التالية. طيب زي ما تشايفين 16 ناجتس الاكس بي كويس و13 دولار، يعني انا افضل انه 16 ناجتس مره جيده مره جيده، افضل من تقريبا الفارق يعني حيكون 10 ناجتس يعني لو مثلا استمريت الى اخر الوقت. فنروح او نروح المهمه اللي بعدها على طول. وطبعا لا تنسون تسوون باوندينج مع الخيل دائما، تنظفونه وتاكلونه باستمرار. طيب عشان تنظفه، طيب كيف تشتري البرش اللي هو المشط اللي ينظفه؟ طبعا من الكتالوج يا شباب، تعلق على السهم يسار تلقائيا راح يفتح لك الكتالوج. فبعد الكتالوج حتلاقي عندك هورس اند تاك، تنزل تحت اخر شيء حتلاقي طبعا ثالث خيار اللي هو هورس كير اللي هو او الاشياء اللي تهتم بها بالخيل. في اول صفحه حتلاقي هورس برش سعره ب$3.5، فهذه جدا مهمة وراح تقوي علاقتك مع الخيل بأسرع وقت ممكن. طيب دحين نرجع برضو نروح على روتس ونروح على المحطة، هناك حنقابل ألدن ونطلب برضو منه مهمة عشان نستفيد منها ذهب. وانا ماشي على رودس لقيت عصابة طبعا خاطفين احد، فقررت اني اهجم عليهم وبرضو في نفس الوقت الوتهم كامل عشان نستفيد من اللوت العالي اللي موجود. طبعا الماب مليان لوت، يعني كل البيوت اي بيت خش فاضي كده تلاقي لوت. طبعا بعد ما قضينا على العصابة وانقذنا هنا واللوت الجميل اللي حصلنا عليه في هذا المخيم، في شيء مهم حبيت اكلمكم عليه اللي هو الكامب اند فاير. اللي هو في كل مخيم حتلاقي نار كده صغيرة، تضغط على المربع عندها راح يفتح لك قائمة تقدر انت تصنع لنفسك لحم او شيء تاكله او ادوية. طبعا في بعض الاشياء تحتاج وصفة وبعض الأشياء تلاقي أوريدي موجودة عندك، يعني مثل الأدوية، فهذه جدا مهمة يعني لازم أنت تشوف إيش الموجود عندك وتستخدمه. وحاليا قلت أستفيد من الفاير أو النار هذه وأسوي لي كذا لحم وعشان أستفيد منه في الرحلة الطويلة. طيب الآن بعد ما وصلت إلى رودز أنا تفاجأت من شيء أسعدني صراحة، يعني ما توقعت أنه تخفيض على السفر 100%. يعني نسيت صراحة لأنه هذا الشهر التنقل في الماب مجاني، أي مكان تبغى تتنقل إليه مجانا، يعني شيء خرافي صراحة يعني. فعلى طول حتى كنسلت مهمة ألدن، يعني ما عاد أبغى ولا مهمة. ليش؟ لأني راح أنتقل إلى بلاك ووتر عشان
ازور مدام نزار واشوف ايش شروطها عشان نفتح الكوليكتر رولز. يعني انتوا عارفين انه قد ايش التخفيض هذا راح يفيدني كثير. يعني اولا انت عارف الخيل اللي املكه الان ضعيف صراحة، ما يجري مسافات طويلة عشان السدل اللي معي ضعيف، فيعني التنقل هذا راح يساعدني كثير بحيث اني اشيل فكرة اني لازم اشتري خيل، بالتالي راح اوفر مبلغ. ثانيا يعني عشان اسلي سدل ممتاز اتوقع لازم اوصل ليفل 40 وانت طالع عشان اسلي سدل ممتاز وما يتعب الخيل. فيعني صراحة الشهر هذا شهر عظيم، يعني راح يساعدني كثير وراح بتشوفوا الآن يعني قد إيش راح يعني يساعدني. طبعا الآن اتجه إلى مدام نزار وشوف إيش طلباتها. طبعا برضو هذا الشهر شهر الكوليكتر، فهيكون فيه تخفيض لما أنت تشتري على أو تشتري رول الكوليكتر، فتقريبا هيكون ب15 ذهب سبيكة، 15 سبيكة. طبعا انا رسلت اوريدي لروك ستار اللينك تبع حسابي الجديد فعشان يعطوني 20 سبيكة ذهبية مجانا، وانصح اي لاعب مبتدئ ارسل حسابك على rockstar.com عشان يعطوك الذهب اللي هو تلاقونه في السوشيال كلوب تبع روك ستار. Hello, stranger. You don't got the eye. Just an eye for a deal. I told you, go away, old man. Nothing but false prophecies and fake jewelry. Go away, or I see much pain and suffering in your future. A crook and a charlatan. Make sure you know what you're getting into with this one. Hey, please, don't listen to him. I am Madame Nazar. Channeler of spirits, finder of lost things, and since everyone seems to be a fortune teller now, seller of the strange and exotic. Which one of these can I help you with today? Wait, don't speak. Let me see. Yes, yes. You're searching for something. What though? A dead lover. Whose spirit you wish to contact on the other side? No, no. طبعا هذا مقطع سينمائي للبداية تبع الكوليكتر، وراح إن شاء الله نشتريه. طبعا أنا بس بانتظار إني أستلم سبائك الذهب، وفي نفس الوقت راح أجمع قد ما أقدر ذهب، يعني راح ألعب مهمات كثيرة يعني عشان أخذ ذهب. فذهب على ذهب، نقيت على نقيت يجيب لك سبيكة يعني. فالموضوع إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى نتجاوز الصعوبة في البداية. طبعا أحب أكد لو فتحت الكوليكتر رول راح الأمور كلها تمشي بسلاسة، راح تمشي بسهولة، راح يعني الليفل راح يكون أسرع سواء كان في الرول هذا لانه دبل اكس بي، وسواء كان في الرول العام يعني لك انت كالليفل تبعك راح يطلع برضو بسهوله. الفلوس راح نجمعها بسهوله. طبعا لازم نوزع الفلوس بالطريقه الصحيحه، يعني مثلا لو جمعت مثلا 400 دولار ما راح اشتري ملابس وراح اشتري خيل وفرحان واسلحه سريعه، لا، بمشي بالاسلحه اللي معي واستمر على الخيل تبعي وراح اشتري الاشياء اللي تطلبها مدام نزار يعني عشان أطور الكوليكتر. نشوف الآن دحين كام أو إيش طلبات مدام نزار. زي ما تشوفون الآن يعني هي 15 سبيكة ذهبية عشان أحصل على الحقيبة اللي أجمع فيها أغراض الكوليكتر. بإذن الله تعالى أجيبها إن شاء الله ونجمع ونجيب الفلوس. موضوع مرة إيزي بصراحة، مرة تحمست الآن، يعني لازم نجمع ال 15 سبيكة ذهبية هذا عشان نشتري الرول. راح نروح نلعب دحين بلاد ماني عند شون ميغواير قريب من عندي، وبعدها راح اتجه إلى أي سترينجر راح أساعده عشان ناخذ قطع ذهبية والمحطات كذلك.
وفي نفس الوقت راح نحرص على الخرائط، نحصل على كل رانك نتقدم فيه راح نحصل على خريطة. الخرائط متوزعة في الماب أو من اللوتينج، لما تذبح أعداء تلوتهم بالضبط راح تلاقي لك خريطة، وراح نفتح كل الخرائط وناخذ الذهب. What the fuck, buddy? What the fuck do you want, huh? What is it? You want to get yourself killed or something, huh? I don't like getting surprised. Shit. You looking for... you looking for work? That it? I know the type, eh? Strong, silent, real frightening. Still waters run deep. That type of shite, is it? I've temporarily lost me friends. It's a fucking disaster. I had them. I went away for a couple of days on a killing of a bastard I owed a killing to. Ah, good man. And I lost the folk I ride with. Big bunch. Not like you, la. No, we lived like sultans in our fucking tents. I'll find them again. I've lost them before, you know. Once was for 3 months it was. That's how it goes, I guess. Anyway, where was I? Ah, yeah, yeah. Murder and mayhem. Now, I don't like to kill innocent folk myself. Gives me a real nasty feeling inside. But these bastards, well, I don't know how innocent these bastards are. There's a stage, runs out of Aurora Basin. You know, I heard a fella say it's laden with silver. I can't rob it. I can't guarantee someone else's. طبعا شون ماجواير راح يكون في مكانين، واحد في التول تريز والثاني حيكون في بلاك ووتر. فتقدر تطلب مهمة، طبعا كل ما تنجز له مهمة راح أتوقع يكون في كول داون، يعني راح يكون حدود نص ساعة إلى 40 دقيقة. ففي كذلك كذا واحد يعني موجود بلاد ماني، إذا حبيت تستمر على البلاد ماني راح ناخذ ذهب كثير طبعا في البلاد ماني. كذلك الخرائط، خرائط الكنز جدا جدا راح تفيدنا في اللعبة، لأنه بعض خرائط الكنز تعطيك 1.60 يعني ناجتس، يعني شيء عظيم، يعني عارف راح فجأة كده تلاقي نفسك بدل ما انت في الزيرو راح تلاقي نفسك عندك 6-7 ناجتس ذهب. فبرضو راح نحرص على الخرائط الذهب. طبعا انا من الناس اللي ما احب الجليتشات، جليتشات الذهب او جليتشات الخرائط هذه ما استخدمها نهائيا، راح نلعب لانه نبغى نستمتع في اللعبة يعني. طيب كده خلصنا مهمة شون، ناخذ 16 ناجتس تقريبا و10 دولارات، ونروح للأشياء اللي بعدها وراح نستمر على كل المهمات. الله يعطيكم العافية، أهلين وسهلين. أنا اشتريت طبعا الرول الكوليكتر الحمد لله، طبعا بعد ما وصلني الذهب وحركت في اللعبة صراحة، يعني لعبت حدود يمكن من 5 إلى 7 ساعات لأنه إجازة عيد وكانت فرصة يعني ألعب. وأوريكم أشياء الآن عند مدام نزار، أنا مطلوب مني أني أبيع حاجة من مدام نزار عشان يعطوني برضو ذهب. راح نكون حريصين على الديلي تشالنج. شوف الآن إيه، شوف على طول بيعطيني ذهب. طيب الآن أنا عند مدام نزار وراح أشرح لكم شيء بسيط جدا. طيب قبل ما اشرح لكم ابوريكم انه في شيء بشتري الان، طبعا راح اشتري الشفل اللي هو الكريك اللي طبعا تحفر به الارض عشان تحصل على الاشياء اللي جوه الارض. وبعدين راح استطيع ان شاء الله لما اجمع فلوس مره ثانيه اشتري الميتل ديتكتور اللي هو لما انت ماشي تلاقي انه في شيء جوه الارض او المعادن الثمينه اللي داخل الارض. غير كذا انا عندي تخفيض 50% اشتري اي شيء جوه ترول الكوليكتر مع التخفيض اللي اوريدي موجود للكوليكتر هذا الشهر، فشيء حلو نستفيد منه. طيب دحين اي واحد يقول كيف هذا جمع الفلوس بهذه السرعه وكيف جاب الجولدز بهذه السرعه وكيف وكيف، راح الآن أشرح لكم كيف. يعني الوضع جاء من حسن الحظ، يعني الآن أشرح لكم. مدام نزار طبعا مسوي عرض قوي جدا هذا الأسبوع، إيش طلباتها؟
طبعا تجيب ثلاث اشياء، الابوسوم اللي هو حيوان الابوسوم تجيب طبعا يكون بيرفكت، وحيوان الراكون يكون برضو بيرفكت، وريشة بومة تكون برضو بيرفكت. يعني شيء عظيم، يعني كل ما جمعت هذه الأشياء تروح عند أقرب محطة قطار وتبيعها من البوست أوفيس، أو تروح تسلمها لمدام نزار وراح تعطيك $80. أنتم متخيلين مرة الوضع سهل؟ يعني الراكون راح تلاقيه في كل أماكن الخريطة، وغالبا بلاك ووتر مرة مليان هناك، أو في الهارتلاند عند إمرالد رانش. الأوبوسوم هذا دائما تلاقيه بالليل، يعني تلاقيه في الفترة المسائية، أما الراكون في كل الأوقات بتلاقيه. البومة كذلك ترسبن في بعض الأماكن، ولكن دائما تكون بعد الساعة 11 بالليل. فمع كل بومة تذبحها راح تعطيك، تخيلوا إذا كان بيرفكت، تعطيك أربع ريشات، يعني راح أنت تجمع عليها أربع حيوانات. فأحسب يعني $80 زي 80 زي 80 وهكذا، الحسابة بتحسب. وما عليكم، راح نصيد الحيوانات إن شاء الله مع بعض. طيب من هنا راح نشوف الرول، هذه الرولات اللي راح نشتريها بإذن الله تعالى جميعا. هذا الكوليكتر واصل فيه 15 عشان الدبل اكس بي، يعني راح في يوم واحد ان شاء الله نخلص الرول كامل. طيب التوكن هذا الازرق ايش تستفيد منه؟ راح تفتح الاشياء اللي انت تبغى تشتريها، زي الشفل انا اشتريتها فتحته الان، يعني لانه هذا المقطع الان اللي اوريكم اياه سابق للمقطع الشفل اللي اشتريته من مدام نزار قبل شوي عرضته لكم. طبعا هذه الشنطة راح توسع عندك الأشياء، وطبعا راح يزيد عندك البحث الإيجل آي. طبعا الشنطة هي مرة فادتني كثير، وعندك هذه الشنطة اللي هو في الخيل، هذه اشتريتها بس ما أنصح أي أحد يشتريها إلى ما يشتري سدل. السدل عشان لأنه لو اشتريت الشنطة راح تظل مع السدل، للأسف ما راح تقدر تشيل الشنطة من السدل القديم وتحطها في السدل الجديد للأسف. هذا برضو من العيوب أو عيوب شروط اللعبة. طبعا مع كل رانك راح تقدر انت تشتري هذه الأشياء. وهذه الخيول طبعا أنا يهمني الخيل الأخير، طبعا في خيل مرة يعجبني ودائما أكون حريص أن يكون عندي في الإسطبل، اللي هو من أسرع خيول اللعبة، وفي آخر خيل اللي هو هذا اللون، اللي آخر خيلين اللي شفتونهم. وهذا الميتال ديدكتر اللي بإذن الله تعالى راح نجمع له فلوس الآن ونستفيد من عرض مدام نزار الأسبوعي المذهل صراحة. طيب عشان تعرف إذا عندك تخفيضات ولا لا، تضغط على القائمة وتروح لبنيفيتس وتشوف العروض اللي موجودة عندك. أنا عندي هنا العرضين، هذه عرض على التعديل للشخصية، والعرض الثاني 50% على رول الكوليكتر، أشتري أي شيء بتخفيض 50% على ما هو فيه أصلا تخفيض أوريدي، ومو شرط على الرول تبع الكوليكتر، ممكن تشتريه في رولات أخرى، بس أنا اخترت الرول الكوليكتر أفضل. طبعا عشان تشتري السدل باك اللي تبع الكوليكتر طبعا حيكون عليه تخفيض برضو جدا عالي، راح يكون ب $63. ميزة السدل باك هذا تبع الكوليكتر تقدر تجمع فيه سبعة ملابس، مرة شيء جميل. يعني يمكن هو السدل او الباك الوحيد اللي تقدر تخزن فيه سبعة ملابس.
طبعا لا سوى الغلطة تبعي وتشترونه، لأنه للأسف ما ينتقل معك لما تشتري السد الجديد، ليه؟ بكل أسف. فحتى الإضاءة اللي تبع الخيل لا تشترونها، لأنه حيظل مع السدل. فلما نشتري إن شاء الله السدل اللي تقريبا لما نوصل للرانك 60 أو 40 ما خاب ظني، بعدها تقدر أنت تشتري الباج، وتقدر تشتري الإضاءة اللي حول عنق الخيل عشان تشوف بالليل. فلا حد يكرر غلطتي، أنا والله اشتريته كله عشان بس أوريكم بالمقطع أنه التخفيض جدا ممتاز عليه. طيب الآن نتجه إلى الصيد. طبعا راح نصيد زي ما اتفقنا 3 حيوانات فقط، اللي هو البومة، وراح نصيد الراكون، وراح نصيد الأوبوسوم. طبعا كلهم يحتاجون بس سلاح واحد، والسلاح هذا ضروري جدا تملكه، اللي هو الفارميت. لازم فارميت رايفل لازم يكون عندك. إذا ما عندك فارميت فمعركة خاسرة، لأنه ما راح يعطيك 3 نجوم، انسى. طبعا أفضل مكان اللي هو عند بيت جون مورستون اللي هو في الجريت بلينز، هناك هتلاقي كل الحيوانات أو 3 الحيوانات المطلوبة، بومة والأوبوسوم والراكون. طبعا زي ذا الوقت البومة ترى ترسم نشوف. أوكي هذه هي، أوكي على طول بالفارميت رايفل وتصيدها ان شاء الله. ولو كل ما كانت 3 نجوم راح تعطيك الريش تكون اكثر، النجمة نجمتين راح يقل نوعا ما الريش. طيب هذا اللي حققنا رقم 1 اللي هو ريشة البومة. متبقي لي حيوانين طبعا، واعطوني 3 ريش. حلو حلو ممتاز كده، اختصر علي يعني، ما ماني مضطر اني اصطاد البومه مره ثانيه. يعني احنا راح نواصل يعني الى ان نلاقي الابوسم. طبعا يطلع لك صوت يعني عارف، ويمثل انه ميت. اوكي هذا صدنا هنا غزال راح نبيعه ان شاء الله للبوتشر. طبعا دائما انا لازم اصيد معي عشان ارجع لبلاك ووتر واعطي البوتشر ابيع له يعطيني تقريبا 6 دولارات. شوف هناك في خريطة كنز اعطوني اياها. سامعين صوته؟ هذا البوسم، هذا البوسم وينه؟ خليني اتاكد ان شاء الله انه يطلع 3 نجوم. اي لا طلع نجمة. يلا مو مهم عادي يعني، المهم هذا هو صوت البوسم عشان تعرفونه. طبعا انتوا سامعين في صوت اخوه موجود يعني عارف، لانه يعني دائما هم يكونوا 2 يمشون مع بعض، فراح الحق عليه لانه هو بطيء، راح ابحث عنه الان. طبعا نجمة واحدة ما راح يفيد، لازم يكون 3 نجوم. هو الأوبوسوم شوي متعب صراحة يعني، لكن الراكون جدا سهل. لكن ليش؟ لأنه الأوبوسوم لازم يكون بالليل يعني، بعد ما يجي الصبح خلاص يبدأ يقل يعني. طبعا بعيدا عن صيد الحيوانين المتبقية، راح أشرح لكم شيء بسيط جدا. راح في ميزه تفعلها اللي هو انك يعني شوف الان انا ابغى الجزره هذه عشان اكل الخيل، فاضطر اني انزل من الخيل واقطفها لاني لاعب مبتدئ. لكن بعد ما فتحت الرول تبع الكوليكتر وتقدمت طبعا في الرانك، اعطاني ميزه سكيل اللي هو اقدر خيلي وانا من فوق الخيل اقدر اقطف الجزر او اي نبته ايا كانت. فكيف نفعلها؟ الان اشرح لكم كيف نفعلها.
طبعا أول حاجة تفتح الحقيبة، تعلق على السهم يمين وتروح على الدوكومنتس، هتلاقي عندك سكيل بيج. في شيء ما انت مفعله، اللي هو لما انت ما تكون مفعله أو علامة الصح عليه، تفتحه وتضغط مربع عشان تقرأ، ومن ثم خلاص تترك الصفحة، راح تلقائيا يصير في السكيل بيج. شوف خلاص صار عليه علامة الصح، الآن تفعلت الخاصية. خلينا الآن نجرب مع الخيال. طيب الآن نجرب بالخيل، نشوف إيه فعلت. طبعا هذه من أفضل الإسكيلات صراحة، أنا عجبتني، مريحة وأنت على خيلك، بدل ما تنزل من الخيل وترجع بعدين مرة ثانية على خيلك، يعني هذا أريح وأسهل، وما تخليك تتكاسل أنك تجمع بعض الأعشاب المهمة جدا، سواء كان لأدويتك أو لأدوية الخيل أو للأكل لك وللخيل برضو. طيب الآن نكمل رحلة الصيد، لازم الحيوانين هذه، أنا متأكد الراكون سهل لكن الأوبوسوم شوي، لازم يجي المساء ونصيده إن شاء الله. نبحث عن الراكون الآن، ذا ثعبان، يلا نكمل البحث الآن. طبعا من صوته، يعني أنا ما انتبهت له بالصوت، لما تكون مركب سماعة ولا رافع صوت التلفزيون راح تسمع صوته، صوته مميز جدا الراكون، وطلع الحمد لله يعني 3 نجوم اللي شفته. على طول نسوي السكين، وكل ما شفت راكون 3 نجوم لا تفرط يعني شيل، لأنه الأسبوع ذا كامل العرض حيستمر معنا. طبعا البومة اوريدي عطتنا 3 ريش، فنحتاج 3 جلود برضو من الراكون ومن الأبوسم. هذا شكله بومة، لا هوك هوك، اوكي نبيعه برضو عند البوتشر، كذا كذا رايح البوتشر. الآن نبيع الأشياء للبوتشر عشان السيفي، طبعا المبالغ هذه بتفيدنا كمبتدئين، راح تفيدنا كثير يعني. أهم شيء الآن نبيع الجلد الراكون والأبوسم وريش البومة. طبعا البوتشر هذا راح يكون خوي أي لاعب مبتدئ في اللعبة، أي شيء تصيده على طول بيعه، لأنه راح يفيدك، المبالغ البسيطة هذه راح تفيدك كثير في أشياء أخرى. Let's do it. Done. طيب الآن أنا تقدمت في الرانك ويحق لي أني أشتري سنارة صيد. طبعا سنارة الصيد راح تفيدنا كمبتدئين، يعني راح نصيد بها السمك، بالذات سمك السلمون وبعض الأسماك، يعني سعرها ما يقل عن دولارين. لكن ليش سمك السلمون بالذات سعره دولارين؟ ثانيا تقدر تخزن ما يقل عن 10 على حسب الشنطة اللي تملكها، بعضها 10 إلى 20 يعني سمكة، وتقدر تبيعها دفعة واحدة، بتفيدنا كثير يعني في المبالغ. كذلك بترفع عندك الهيلث، طبعا بيزيد عندك الهيلث كل ما تصيد سمكة، راح يعطيك تقريبا 5 XP للهيلث أو 2 XP للهيلث. ما انت حتلاحظ انه عندك كذا زاد الهيلث 75% 25%، وتبدأ تخلص الهيلث كامل. لازم نكثر صيد في البداية كمبتدئين عشان نقوي الصحة أو القلب نقوي. لا تنسى أول ما تروح الكامب تشيك هنا، راح تلاقي يا خريطة أو رسالة من مدام نزار، يعني أشياء مفيدة جدا يعني. طبعا مع كل رانك تتقدمه لازم تحصل خريطة، سواء كان هنا أو تلاقيها في اللوتينج، أو تلاقيها مع رجل غريب في مكان معين أو في شجرة، أو يعني عموما يعني مع البحث راح تلاقي خريطة. طيب اهتزت اليد، واضح أنه في شيء للكوليكتر،
طبعا لما نفعل رول الكوليكتر راح يسهل علينا الامور كلها بصراحه. كمبتدئ راح يسهل علي امور كثير مع الكوليكتر. طبعا مع كل سبرينت لازم اسوي سبرينت دائما، لما تجي لا تجري عادي، اجري بسبرينت عشان يقوى عندك الاستمنة. وطبعا راح اوريكم الان لما اصيد سمكه كم يزيد عندي الهيلث. طبعا من الاعدادات، المقطع السابق شرحت لكم الاعدادات، انك تضغط على شيء معين يصير بس تضغط مربع وهو تلقائيا يسحب لك السمكه. شوفوا الان لاحظوا الهيلث كم زاد. طبعا علامه القلب تلاقونها على اليمين، شوف بلس 10، يعني مع كل سمكه راح يزيد عندك 10 اكس بي تقريبا للصحه للهيلث، فيزداد عندك القلب يصير مكتمل عندك. طيب دحين نبغى نروح على الكامب فاير تبعي. الكامب فاير طبعا فيه أشياء مهمة تقدر تسويها، من ضمنها الأدوية والأكل زي ما شرحت أول. بس أوريكم حاجة، يعني أحيانا تلاقونها موجودة أوريدي، وأحيانا تلاقي لازم يكون عندك وصفة. طبعا أنا عندي ديلي تشالنج أنه مطلوب مني أشرب 3 كوبات قهوة، باقي لي كاسة واحدة. اوكي هذا دحين يجيني برضو جولد 10 ناجتس بلاش. زي ما انتم شايفين هنا الأدوية تقدر تسوي سواء كان دواء للصحة او دواء للديد اي او دواء للخيل، وبعضها الأدوية الأقوى تحتاج الى روشيتا تشتريها من الفنس. طيب نكمل الديلي تشالنج. باقي لي طبعا اشرب دواء الان مطلوب مني. طبعا الدواء هذا تبع الكوليكتر، خاص بالكوليكتر، راح تلاقيه في شنطة الكوليكتر للأدوية. طبعا لازم نسميها أدوية اللي هو اوكي هذا عندي 2، خلاص نشرب واحد الان. خلاص كده حققنا برضو 10 ناجتس ذهب. جدا يعني سهل، ولازم نكون حريصين على الذهب لانه الذهب هو اهم شيء في اللعبة. ايش كمان باقي؟ نروح لمدام نزار ونبيع من مدام نزار. انا سابقا بعت لمدام نزار، وريتكم بالمقطع لما اشتريت الشفل من عندها. طيب الان انا عندي مدام نزار بعد ما بعت الجلود. طبعا انا شطت الابسم يمكن اكثر من 6 مرات 7 مرات، فبعت كثير يعني للبوست اوفيس المدام نزار اللي هو التحدي الاسبوعي زي ما اتفقنا، وراح نستمر ان شاء الله نبيع، يعني راح استمر اصيد هذه الـ3 حيوانات المطلوبه مني. الان ابغى اشتري الميتال ديتكتور عشان برضو ازيد من البحث عن اشياء الكوليكتر ونبيعها بعد ما نكمل الشنط بالكامل عشان نستفيد، لانه البيع التريبل ماني على الشنط مش على القطعه قطعه، لازم تكون شنط. عموما الى هنا انتهى وقتي والمقطع، يعطيكم العافية. لا تنسوني من الدعم والسبسكرايب. في الفيديو الجاي راح يكون ان شاء الله تكمل لهذا الفيديو وشرح كامل بإذن الله تعالى. في امان الله وكل عام وانتم بخير. بيس.